وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد راشد بن كليب، وهو مدير القضايا بوزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. بعد التحية سيد راشد، أهلا بك. أين تكمن أهمية منتدى حماية المستهلك الذي عقد للمرة الأولى في مملكة البحرين؟ أهلا وسهلا فيكم والزملاء المشاهدين. بخصوص المنتدى المقام في مملكة البحرين، هذا جهد جبار، وكان فيه على صعيدين، على صعيد حماية المستهلك، وعلى صعيد أقوى من هذا اللي هو رفع من كفاءة السوق وعدالته وسلامة المنتجات السوقية بشكل كبير جدا، وأهميته أيضا في معرفة حقوق وواجبات كل من التاجر والمستهلك. يعني برأيك ما هو دور أجهزة حماية المستهلك بدول الخليج في كل من حماية المستهلك والتاجر؟ هو دور تكاملي ما بين جميع الأجهزة والقطاعات المشاركة، سواء كانت في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، فهو بدور كل جهة لابد أن تحافظ بحدود اختصاصها بشكل كبير جدا، مما يؤدي إلى حماية السوق وأيضا حماية المستهلكين بشكل كبير. نعم، كيف لنا أن نربط التغير في الأنماط الاستهلاكية بالتغير المجتمعي، وما هي الطرق الناجحة التي من الممكن أن تحافظ على سمو العملية التجارية؟ نعم، في الآن تغيرات كبيرة في السوق والأسواق العالمية ككل، من ضمنها ظهور التجارة الإلكترونية وظهور التجارة الحديثة جدا، وهذا يكمنها لابد أن تسن قوانين تحمي كل من التاجر والمستهلك على حد سواء، وأيضا تضمن سلامة المتعاملين في هذه التجارة وغيرها من التجارات الأخرى. السيد راشد بن كليب، وأنت مدير القضايا بوزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، شكرا جزيلا لك. صالح، هذا كل ما لدي.